الفنان عادل إمام نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة قديمة له بتجمعه بزوجته السيدة هالة الشلقاني. الصورة عجبت جمهور عادل إمام اللي أشاد بقصة حبه لزوجته اللي استمرت طول السنين دي. نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة ليها على الانستجرام بنفس الفستان الأحمر اللي لبست المطربة العالمية شاكيرا خلال كليب بأغنيتها Can't Remember To Forget You مع المطربة ريانا. قمر علقت على الصورة وكتبت إن شاء الله تكون أيامكم كلها حب، بحبكم كتير، بس الجمهور صمم يواجهها بأنها سرقة نفس الموديل بتاع الفستان شاكيرا. نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز على الانستجرام صورة ليها وهي صغيرة، الصورة كان فيها شقاوة كعادة ياسمين، والجمهور كان سعيد جدا وقال ياسمين في كومنتاته احنا بنحبك من وانت طفلة ولغاية دلوقتي لانك ما تغيرتيش ابدا. النجم كريم عبد العزيز كمان نشر صورة ليها على الانستجرام وهو طفل وعمره 3 سنوات، والغريب بان كريم معلق على الصورة كتب صورتي وانا عمري 3 سنوات، هو الواحد اتغير كده ليه؟ الجمهور هزر مع كريم معلق وقال جرى ايه يا كريم، انت ندمان على طفولتك ولا ايه؟ النجمة هيفاء وهبي قدمت نصيحة لجمهورها على الانستجرام ونشرت صور جديدة ليها وهي بتمارس الرياضة وقالت حافظوا على رشاقتكم يوميا في 40 دقيقة بالجري والمشي والأكل الصحي. طبعا الجمهور ساب النصايح وغاز الهيفاء لأنها ظهرت بجمال ملحوظ في الملابس الرياضية. جمهور المطربة نجوى كرم مصمم يداعبها ويستخدم جملتها الشهيرة يخرب بيتك شو حبيتك في كل المواقف. نجوى نشرت صورة جديدة ليها على الانستجرام وهي لابسة فستان سهرة أخضر وقالت شو رأيكم بالفستان؟ طبعا الجمهور ساب الفستان وعاكس نجوى وقال لها يخرب بيتك شو حبيتك. الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال نشرت على الانستجرام صورة بتجمعها هي وأطفالها داخل سنو جلوب. جمهور أنابيلا أعجب بجمالها وجمال بناتها اللي بيشبهوها جدا. النجمة أصالة والمذيعة بسمة وهبة واضح إنهم حاولوا يعملوا فتة بنفسهم وعشان كده دخلوا المطبخ وقاموا بالتجربة، ونشرت بسمة صورة ليها هي وأصالة في المطبخ وعلقت على الصورة وقالت الفتة هتطلع جامدة جداً.